سقفوا لنفسكم جامد قوي، نزلوا ايديكم سقفوا لنفسكم، سقفوا لنفسكم، سقفوا لنفسكم. مش معقوله الحلاوه اللي انتوا فيها دي. خليكم بقى خدوا نفس البوست كده عشان اعمل لكم التقديمه بتاعتكم. معانا النهارده فريق عجميات بورسعيد بقياده كابتن عمرو عجمي. صحابي اللي بيجوا لي مخصوص من بورسعيد ودايما بيعملوا لي شوهات حلوه قوي، بكون مبسوط بوجودهم معانا. اداء حلو، استعراضات جميله، لبس حلو، كلهم وجوههم مشرقه ومبتسمه. هات لي يا جوهري كده وشهم كده. ايوه ايوه، سقفوا نفسكم تاني. واول شو شفناه مع عجميات كان شو نوبي، وتحيه لاهل النوبه. وطبعا الشو النوبي ده كان على اغنيه سويا سو للكينج محمد منير، بنبعت له الف سلام وتحيه. ولما نقول النوبه واهل النوبه يعني الخير والسلام والمحبه، والناس اللي قلوبها طيبه، والناس اللي كل قلوبها وعقلها فيهم امانه كبيره قوي، فتحيه ليهم. طيب تعالوا كده بعد ما شفنا الشو النوبي نشوف شو افريكانو. بس انا هشكركم، اتفضلوا هتغيروا عشان الشو اللي بعديه. ميرسي جدا جدا جدا. ونشوف شو افريكانو وبعديه ناخد فاصل ونرجع مره ثانيه مع عجميات. يلا بينا مزيكا.
مصر ليكي والتزام. كلمة بلادي قولوها وانتوا مصدقين، أجمل بلاد الدنيا مين يشبهها مين، تحت العلم واقفين سوا تعظيم سلام. مصر بولادها في عيون بتحرس أرضها وتشوف حدودها، بإيدين بتبني البكرة وبتثبت وجودها، وفي كل حلم بنحلمه وده مش بعيد. مصر بقائدها اللي وهب روحه وكان ايده بلدها، واحنا معاه مهما حصل زادها وسندها، وهتبقى قد الدنيا دي ده في يوم اكيد. نزلوا ايديكم وسقفوا نفسكم لو سمحتوا. ايوه بقى كده. طيب مره ثانيه بنرحب بفريق عجميات بورسعيد بقياده كابتن عمرو عجمي على وجودهم معانا النهارده، والاغنيه اللي سمعناها دلوقتي وشفنا الشو عليها مصر بولادها، غناء ماسا تامر واشعار طارق علي والحان عمرو عرفه وتوزيع محمد يحيى، بنشكرهم على الاغنيه الحلوه دي ونقول تحيا مصر مع بعض. 3 2 1 تحيا مصر. كمان واحده. برافو عليكم يا حلوين. طيب هستاذنكم بقى كلكم هتقفوا على الرصيف يمين شمال كل حته. تعالوا بقى نشوف دلوقتي الشو تاني. سلام وبنات صغيرين هيعملوا شو حلو قوي. حيوهم 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 صحاب صغيرين. يلا بينا. مزيكا. Oh,
برافو يا بنات بورسعيد يا حلوين. بما ان انتوا بقى النهارده معايا وجايين لي كده ولابسين حلو وعاملين شو حلو، واكيد نفسكم تاكلوا حاجه حلوه عشان تاخدوا طاقه، فدلوقتي عندنا هنا اتوبيس هيمتو، وهيمتو بس موجود بس في 4 شارع شريف، عشان كل اصحابي اللي بيجوا عندي هنا ادوقهم حاجات من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ مش سامع. من هيمتو، سقفوا لهيمتو بقى. والنهارده هيمتو عرفوا ان في بنات حلوه بيعملوا شو باليه ولابسين روز. مش عارف مين اللي قال لهيمتو والبس، فبعتوا لي في البس البونبوني الشوكليت ده للبنات اللي لابسين روز، بس هنديه لكل البنات اللي هنا. مين هيوزع معايا؟ عايز ثلاثة من لابسين روز. 1 2 الثلاثة الأولانيين 1 2 3 تعالوا بسرعة. جري جري جري. هتوزعوا، هفتح لكم ده. أوكي، هتاخدوا كده هتوزعوا على كل إيه؟ كل البنات اللي لابسين روز، وبعد كده البنات اللي لابسين فضي. يلا، طيب. كده البنات اللي لابسين فضي هيزعلوا، بس فهمتوا مش هينفع إيه؟ مش هينفع إيه؟ يزعلكم. تعالوا أنتوا الأربعة. اوكي، كل واحده هتاخد، بصوا بقى هنا في ايه، هنفتح دي كده نشوف هيمتو محضر ايه المصاصايه دي، هنفتحها كده اهي ونشوف ايه ده، دي بتنور دي ولا ايه؟ حقو، بصوا جوه هنا في ايه، جوه هنا في بونبوني وفي مصاصه وفي حاجات كتير قوي. ممكن انتوا تاخدوا توزعوا على كل الناس؟ يلا وروني، يلا بسرعه 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 بسرعه. كل واحده هتاخد ثلاثه او اربعه وتوزع. اوكي، ولما نقول هيمتو يبقى هنقول براند مصري بيعمل حلويات بكواليتي عاليه او بجوده عاليه جدا للصغيرين وللكبار. وهيمتو بقى عنده مصاصات وعنده البيضه الشوكولاته وعنده بونبوني وعنده كل الحاجات اللي احنا بنحبها، ودايما هيتلاقوا فيه مفاجآت من هيمتو عندنا في 4 شارع الشريف. اوكي، كله كده؟ كله اخذ المصاصات؟ اللي لابسين روز ما اخدوش مصاصات ليه؟ ها؟ انتوا ما اديتوش لابسين روز ليه؟ خدوا قلت لهم بسرعه. ايوه 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 ايوه، كله ياخد، كل واحده تاخد واحده. يلا 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 يلا، خدي وزعي معايا، خدي وزعي معايا. اللي اخد مصاصه بقى يرفعها لفوق كده عشان نتاكد عشان نشوفه. ها، في حد ما اخدش؟ مين ما اخدش؟ مين ما اخدش؟ مين ما اخدش؟ كله اخد؟ طب هزوها لي كده جامد قوي 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 قوي. ايوه، عشان تنور تنور جامد 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 جامد. يلا ميرسي لهيمتو، وخلونا ناخد فاصل ونرجع مره ثانيه. اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف. البنات الجمال النهارده جايين لي مخصوص من بورسعيد. قعدت كده انا ومستر وميسس بينجو نفكر نقدم لهم ايه. كلهم فنانين وبيحبوا الرقص، بيحبوا الرياضه، وكلهم صحاب كمان، ودي حاجه مهمه قوي. قلنا ايه، نطلع لهم لعبه يلعبوها مع بعض، تبقى شاير مع بعض. مش انتوا كلكم صحاب؟ صح كده. فقلنا نلعب لعبه يبقوا شاير مع بعض، فقلنا ايه، بينجو سبورت كاتش بول. بينجو سبورت كاتش بول اللي هي دي عباره عن ايه؟ هنشوف دلوقتي الكيس ده فيه ايه من بينجو. في هنا اتنين جوانتي والكوره، وبنلعب بيها ازاي ده اللي هنشوفه. بس قبل ما نشوف خلونا نقول ان اي حد بيشتري منتج من منتجات بينجو او هديه لاولاده لازم يبقى متاكد من علامه الجوده EN71، معناها انها مطابقه للمواصفات العالميه وامنه على اصحابي انهم يلعبوا بيها. كمان ما تنسوش تقدروا تطلبوا كل العاب بينجو من خلال موقع bingo.toys، وكمان الهوت لاين الخاص ببينجو 19858. اللعبه اللي معانا النهارده بتعمل فيها حاجات حلوه قوي، تنميه الدقه والتركيز في التنشين. اوكي، انا طبعا عندي الموضوع ده بايظ خالص، سيطره على الحركه ونحرك ايدينا، وطبعا تنميه روح المنافسه الشريفه الحلوه. تعالي تعالي تعالي، انت لابسه بحريه، البسي الجوانتي ده وانا هلبس الجوانتي ده، ونشوف بقى مين فينا اللي هينشن وهيلقف اشطر. تفتكروا انا اللي هكسب ولا هي؟ دول مش طايقينك ولا ايه؟ انا قلت هيبقوا معاك. طب تعالي تعالي نجرب. اقف انت كده هنا اهوت،
ها وريني جاهزة؟ واحد اتنين عدوا انتوا، قول واحد اتنين تلاتة. الدور عليك، خسرتي. واحد صفر، ها صفر صفر. واحد واحد صح. يلا انا كده نجرب، ها عايزين نتعلم التنشين والتركيز. واحد اتنين تلاتة، برافو، سقفولها. سقفولها برضو عليك انت. لا انت اللي هتهدفي ما دام انا خسرت. يلا ها. لا بقى انت قصده. يلا كمان واحده. ها 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 اخيرا كان هيبقى شكلي وحش قوي يا اولاد. فكل واحد ميرسي، كل واحده فيكم هيكون ليها هديه النهارده من بينجو، وهي وانتم مروحين كده هتلاقوها في الاوتوبيس اللي جابكم، كل واحده فيه هديه باسمها من بينجو. خلاص نكمل الشو بتاعكم بقى، ناخد فاصل بنشكر بينجو وناخد فاصل ونرجع نكمل مع جميات. خليكم معانا لو سمحتوا. اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف. سقفوا لنفسكم جامد قوي 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 قوي. بصوا بقى انا النهارده مبسوط بيكم، ميرسي ان انتوا جيتوا لي النهارده في 4 شارع شريف، وبكون مبسوط قوي لما عجميات يجوا لنا مخصوص من بورسعيد. والف سلام وتحيه لاهل بورسعيد وفريق عجميات بورسعيد. خلينا كده من خلاله نشكر دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وسقفه كبيره قوي قوي ليه. انا عن نفسي بشكر حضرتك على المجهود وعلى على كل حاجه بتتعمل في الحقيقه من خلال الوزاره، وده مش تطبيل ولا نفاق، دي حقيقه وكلنا شايفينها وحاجه ملموسه. كمان بقى شكر كبير للسيده المصريه الاصيله دكتوره عزه الدري وكيل وزاره الشباب والرياضه. اهلا اهلا، بشكرها قوي قوي قوي، وكنت مبسوط ان انا شفتها قريب في ايفنت تابع للوزاره وكانت قاعده منوره في الايفنت، فانا بشكرها جدا. مدربين النهارده الفريق اللي معانا اسلام حسن ومصطفى غريب، يخشوا هما فين؟ حيوهم حيوهم حيوهم. خشوا خشوا خشوا، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ خشوا مع اولادكم مع اخواتكم، مش هقول اولادكم. مشيتوا الاول كنتوا زيهم كده من كام سنه؟ طب انا عارفكم ان انتوا قد كده، اخباركم ايه؟ وحشتوني. طيب الراجل بقى اللي انا بحبه قوي وعمال يخس وبقول له ما تخسش خليك كفايه خساسان، تحيه كبيره قوي 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 لمدرب الفريق كابتن عمرو عجمي. شفت احنا بنعرف كل حاجة. انا انت ما شاء الله تميت كام سنة؟ بلاش بقى يا عم قول 45. والله شكلك غلط بس انا اكبر منك برضه، ده انا داخل على ال 50. تحية ليك وميرسي على المجهود اللي بتعمله من خلال العجميات والشوهات الحلوة والمساعدين طبعا بتوعك، بشكرهم الشباب وبناتك الحلوين دول كلهم. حبيبي احنا بنشكرك، وخصوصا انت ذكرت الندوة، انا بجد كان نفسي مصر كلها تشوف الندوة وتشوف اللي انت عملته، وازاي انت قدرت في ندوة على الهوا تقول كلام ناس كتير بتخاف تقوله والناس اتجاوبت معاك. لا دي حقيقه مستر شريف، والله بتكلم بجد. ومن يومها كلنا في وزاره الشباب بصراحه يعني كنا مبسوطين بالندوه، عملت رد فعل قوي جدا، وازاي الاولاد كلهم اتبسطوا هناك. احنا بنشكرك برضو دايما على دورك اللي انت عملته في البرنامج ده، وان اللي خلى مصر كلها دايما الاولاد بيستنوا ان هم يجوا عند حضرتك. حضرتك قصرت، ربنا يخليك يا حبيبي. لا ده كلام حقيقي والله العظيم بجد. كنت حضرتك بتشكرنا؟ لا ده احنا اللي بنشكر حضرتك ان انت فتحت مساحه زي دي للاولاد ان هم يجوا يطلعوا المواهب بتاعتهم. صحيح. وان مصر تشوفهم، وده حقهم. لا حضرتك ما يعني حضرتك عملت حاجه مش كتير في الاعلام بتتعمل، فاحنا بنشكر سيادتك عليها وميرسي على المفاجاه اللي حضرتك عملتها لي دي. كل سنه وانت طيب ودايما معانا في 4 شارع شريف، بحييك حيوت حياه كبيره قوي. ويا رب تكونوا النهارده اتبسطتوا عندنا في 4 شارع شريف، ونشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.